السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الفاضل، نحييكم مباشرة هنا من الملعب البلدي من مدينة بركان لمتابعة منافسات دوري المرحوم أحمد التيفي. اليوم المباراة الافتتاحية لهذا الدوري الأولى ستكون مباراة النهضة البركانية وراسينغ رياضي كما سنتابع بعد لحظات، لن تكون الثانية بين الوداد الرياضي وسوية برشيد في حدود الساعة 9:30 ليلا. إذا مباراة الافتتاح عن هذا الدوري بين النهضة البركانية وراسينغ رياضي. سريعا لتشكيل النهضة البركانية، حمزة حمياني على مستوى الحراسة، حمزة المساوي، إسماعيل مقدم، محمد بنطرشة، عبد الكريم بعدي، العربي الناجي، باكرا الهلالي، شاماك لاتوس، يوسف زغود، إبراهيم بحراوي و موزونغو شادراك. هذا هو التشكيل الاساسي لفريق النهضه البركانيه في هذه المقابله. ربيع ياسين حميده، تنطلق المباراه الاولى عن فعاليات هذا الدوري، دوري الحاج المرحوم حاج احمد النتيفي. تقدم من رقعه الميدان وان كانت مباراه وديه لكن بطموح البحث عن الانتصار. اولى كرات من جانب عناصر النهضه البركانيه من جانب اللاعب المنتدب الجديد حمزه المساوي. النهضة البركاني الذي ضرب بقوة على مستوى فترة انتقالات الصيفية، نتابع ركلة ركنية مرت جانبا، لعبت بشكل جيد مقوسة من موسونغو شادراك. نتابع البحث من أجل استغلالها ببقية عناصر النهضة الهلالي. باكر عبر القائم الأول، بحث عن الرأسية، فرصة البحث عن التسديد والإبعاد جاء من طرف من جانب حسن بوعين الريج مدرسة الرجاء الرياضي. حسن بوعين لاعب رقم 25 الأخيرة رفقة فريق يوسفية برشيد. هذه كرة جميلة راسينغ رياضي، تسديدة مرت جانبا، مرت جانبا هذه التسديدة، كرة محمد العبوسي وليد 2002 لاعب صغير على مستوى السلك. حسن معين، تمريرة من الجهة اليسرى لاستلام من مادي ملوك. مادي الحكم يعلن عن خطأ لفائدة النهضة البركانية. ناجحة بالنسبة لهذا الدوري، دوري كاس محمد الخامس من الدوريات المعروفة. سابقا كانت تعرف مشاركة أبرز الأندية المحلية وكذلك العالمية، وكان وراء فكرة مدينة بركان تحتضن فعاليات الدورة 33. هذه كرة مقوسة متابعة، فرصة البحث عن التسديد والآخر من الفرق التي تجيد تدوير الكرة بشكل جيد، اعتماد على الركلات القصيرة. خطأ يشير حكم المباراة لفائدة فريق النهضة البركانية. الخطأ ارتكب على موسونغو تشادراك. نتابع تدخل بالفعل، خطأ واضح، ولاعب علي دحمو يحتج على حكم مباراة غريب. تلعب من باكر الهلالي عبر القائم الرأسية من طرف العربي الناجي، كان في وضعية تسلل. شرب جانب حكم المباراة بي وغسل منه لمادي ملوك. ملوك سداد، ملوك اراد ان يملك مفاتيح المرمى بتسديدة لكن كانت غير مؤطرة من جانب يوسف الزغودي. يوسف لباكر، تحضير منطقة الجزاء، توغل وتسلل على اللاعب يوسف الزغودي. تشادراك عبر تشاماك لاتوس، تشاك لاتوس الجهة اليمنى لفائدة موسونغو. موسونغو سدد بين يدي الحارس ياسين نعيم، أول كرة تسدد عبر بناء هجومي في حدود دقيقة تقريبا 30 تظهر، وصلت للوسط، يقود يوسف السخودي. يوسف يتقدم، يوسف مشى، يوسف فرصة، فرصة جول 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 جول. يوسف السخودي يسجل الأول في حدود الدقيقة 31. فعل ما شاء في دفاع راسينغ رياضي، تقدم على مشارف منطقة الجزاء ثم توغل ثم سدد ثم هزم كل العناصر على مستوى خط الدفاع وحارس المرمى ياسين نعيم. لاحظوا هنا التقدم، هنا الخطأ على مستوى التغطية الدفاعية، لا أحد أوقف لاعب يوسف الزغودي. فعل ما شاء في عناصر راسينغ رياضي، روغ الأول الثاني وموت الثالث ثم سدد إلى العربي الناشي. العربي فتي جمال طوري أمامية للاستلام، فرصة 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 ضاعت على راسية باكر الهلالي. فقط لعلي يدحمو، متوسط ميدان راسينغ رياضي يتحصل على ضربة خطأ علي يدحمو. هذا خريج حامل الجهة اليمنى، البحث عن التمرير من الجهة اليمنى،
دايمر من جانب لاعب راسينغ الرياضي يخسر الكره مسك واضح خطا يرتكب من طرف نور الدين ابو الفرح سيتلقى العقوبه الانضباطيه من جانب حكم المباراه. إذن يضطر الحكم نور الدين ابو الفرح لان شكور هذه كره لفريق اللادر بركيريا فرصه التاري التحضير بعد التسديده سدد البديل او سدد الوافد الجديد ان صح التعبير موسونغو تشودراك هو من سدد لكن بعيده عن القيم الايسر الحارس ياسين نعيم تحضير كان جميلا من طرف ابراهيم مشات على راسينغ الرياضي البحث عن التعديل الفرصه تقدمت وغلا لاعب بادي ملوك اراد ان يملك مفاتيح اللعب على مستوى بناء الهجمه الاخيره لكن هنا حدد وحكم المباراة في دقيقة كرة أمامية ملعوبة على عناصر راسينغ الرياضي تيكي تاكا تتحرك لكن مقطوعة من سدادها الكرة الأولى جي الثانية لم يسددها جامك لطوس وكان أعلن عن خطأ بالفعل يوني تفاصيل الشوط الأول بهدف دور مقابل هدف يوسف الزغودي في حدود الدقيقة 31 تقدم يانس ربحت عن البينية كرة أمامية في اتجاه توسيلا لكن تغطية أمامية محاولة تسديد من طرف مادي ملوك مادي ارتكب الخطأ محمد بن طرشة أمام دار الحكام الرحماني حسن الرحماني يشير بضربة خطأ إيدير أمير الدغوغي البحث عن هدف التعديل عبر القائمة الثانية ارتكاب من طرف أيمن محاولة تسديد العرضية تدخل الحارس سمين الوعد تدخل في الوقت المناسب أمام خط هجوم فريق الراسينغ الرياضي فرصة كانت مناسبة لمادي ملوك كورة بركارية تقدم البحث عن التسديد فرصة الأولى ضاعت والثانية ضاعت لا جبريل وترى كذلك توسي لاكيسيندا جبريل وطارا وتوسي لاكيسيندا بحث من اجل تسجيل الهدف نتابع التقدم عبر جبريل وطارا هنا حافوري سريعا ما تعود على راس رنادا البركاني البحث عن التسديد الاولى والثانيه ضاعت الاولى وضاعت الثانيه الاولى ضاعت بعد التصدي لكن الثانيه هي ضاعت لان مشات خارج الملعب لكن قبل ذلك كان هناك رايه وتسلل الشر الحكم لانه كان في وضع عماد القيوي البديل في الجولة الثانية تحضير لأحمد مغيسان العرضية الراسية أبرز لقطة وأبرز هجمة وأبرز بناء وشو من راسينغ الرياضي جاء تقريبا في حدود دقيقة 71 لكن العارضة تقول للفريق النساء نتابع كرة عماد القيوي للدغوغي تسديدة رائعة كانت من الدغوغي بين عماد الرقيوي وبين الدغوغي حاضر الان والاوت بشكل رائع لمسه تحضير الدغوغي هنا باحت من اجل توسيل لاكيسيندا تسديده ارضيه زاحفه ومتابعه من احمد الشمل يتذكر راسينغ الرياضي فرصه للراك من الاشياء اليمنى العرضيه لكن لا تغطي